بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم طالباتي العزيزات، طالبات الصف الثاني الابتدائي. أهلا ومرحبا بكم في مادتنا الجميلة اللغة العربية. أهلا ومرحبا بكم عزيزات الطالبات. سوف نقوم اليوم بدراسة مهارة جديدة من مهارة مادتنا الجميلة اللغة العربية، وهي مهارة الاستماع. استماع الوحدة الأولى من الفصل الدراسي الثاني. يا ترى ما هو عنوان درسنا لهذا اليوم؟ عنوان درسنا لهذا اليوم غانم يزرع قمحا، غانم يزرع قمحا. ولكن قبل أن نبدأ في درسنا لهذا اليوم، هيا بنا كي نتعرف على رؤية وزارة التعليم والتعليم العالي، فهيا بنا نستمع إليها. بالعلم بإذن الله تعالى نبني دولتنا الحبيبة، دولتنا قطر. وهيا بنا الآن كي نتعرف على رؤية مدرستنا. رؤيتنا هي إعداد فتيات متعلمات مبدعات قادرات على بناء مجتمع واع محافظا على أخلاقه وقيمه ومستخدما للتكنولوجيا الحديثة. معنى ذلك أننا يجب علينا أن نتمسك بالأخلاق الفضيلة والحسنة، مثل الصدق والأمانة والإخلاص وبر الوالدين وإلى غيرها من الصفات الحميدة التي أوصانا بها الله عز وجل. هذا بالإضافة إلى ضرورة استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة مثل أجهزة الحاسوب والهواتف الذكية حتى نواكب تطورات العصر الحديث ونتقدم ولا نتأخر عن بقية الأمم. والآن عزيزات الطالبات، هيا بنا كي نتعرف على قيمتنا الأسبوعية لهذا الأسبوع. قيمتنا هي قيمة جميلة جدا، يا ترى من تقوم بقراءتها؟ أحسنت يا حبيبتي، قيمتنا هي قيمة التسامح. وقد ذكرنا من قبل أن التسامح صفة جميلة، فهي من صفات الأنبياء. ومعنى التسامح هو التجاوز عن أخطاء الآخرين حتى لو أساءوا لنا، يجب أن نسامحهم، لأن التسامح من الأخلاق الحميدة التي يدعونا إليها ديننا الإسلامي. لذا يجب علينا عزيزاتي أن نتحلى بهذه الصفة الجميلة حتى نفوز بالجنة بإذن الله تعالى. والآن هيا بنا كي نستمع إلى أنشودة الوحدة. أنشودة الوحدة الأولى من الفصل الدراسي الثاني. كما تعودنا في بداية كل حلقة لا بد أن نستمع إلى أنشودة الوحدة، فهيا يا عزيزتي استمعي وكرري خلف الصوت. ما أمهرني، قولوا قولوا ما أمهرني، وأنا في حلم اليوم سعيد. لا لست أؤجل أعمالي، سأنظم وقتي كيف أريد. أتدرب أعمل لا أشكو، يومي كم يشبه يوم العيد. أتعرف أبحث وأفكر حتى أتعلم كل جديد. حتى أتعلم كل جديد، يجب علينا أن ننظم أوقاتنا ولا نؤجل أعمالنا، ودائما دائما نكون في جد واجتهاد ونعمل على دراسة كل ما هو جديد. والآن هيا بنا كي نتعرف على قوانين حلقتنا لهذا اليوم. واحد،
واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمس. من خلف الشاشة نتعلم، ننظر نصغي لا نتكلم، نرفع أيدينا لنشارك، نلوح بيدينا لنسلم. من خلف الشاشة نتعلم، ننظر نصغي لا نتكلم، نرفع أيدينا لنشارك، نلوح بيدينا لنسلم. هذه هي قوانين الدرس، هيا نقولها في خمس. أحضر على الوقت وألتزم بالصمت، أجلس في مكاني وأنظر للشاشة، أجلس جلسة صحيحة وأضحك ببشاشة، لا أقاطع لا أتكلم حتى يأذن للمعلم. هذه هي قوانين الدرس من الواحد حتى الخمس. والآن عزيزات الطالبات، هيا بنا كي نتعرف على أهداف درسنا لهذا اليوم. في نهاية الحصة تستطيع الطالبة أن تستنتج معلومات محددة من خلال النص المسموع استنتاجاً صحيحاً. يجب علينا أن ننتبه جيداً أثناء الاستماع إلى نص الاستماع حتى نستطيع استنتاج المعلومات الصحيحة والمفيدة. والآن هيا بنا نقوم بفتح الكتاب المدرسي حتى نستطيع قراءة الأسئلة قبل الاستماع إلى نص الاستماع كما تعودنا. والآن عزيزتي الطالبة، قومي بفتح الكتاب المدرسي صفحة 13 على نص الاستماع غانم يزرع قمحا. انظري جيدا إلى هذه الصورة، دققي النظر فيها، يا ترى ماذا نشاهد في هذه الصورة؟ هيا بنا كي نصف ما نراه في الصورة. من تصف لي؟ أحسنت يا حبيبتي، يوجد في هذه الصورة ولد صغير يبدو عليه الحزن والأسف، وهو الآن يقوم بروي نبتة صغيرة. يا ترى لماذا هو حزين هكذا؟ هذا ما سوف نتعرف عليه الآن. هيا بنا الآن نقوم بقراءة أسئلة الاستماع حتى نستطيع الإجابة عليها فور سماعنا للنص. أول سؤال، ما المعنى العام للنص المسموع؟ لا نستطيع الإجابة على هذا السؤال إلا بعد الاستماع للنص. السؤال الثاني، أضع دائرة حول الإجابة الصحيحة. زرع غانم ذرة قمحا شعيرا، أيضا لا نستطيع الإجابة على هذا السؤال إلا بعد الاستماع لنص الاستماع. وضع غانم الوعاء الفخاري في حديقة المنزل، غرفة الجلوس، صندوق اللعب، لا نستطيع الإجابة. أحسنتم. والآن أضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة الخطأ. اختار غانم وعاء من الفخار لأنه أجمل في شكله. لا نعرف إذا كانت هذه الإجابة صح أم خطأ. كان غانم يسقي بذور القمح كل يومين، أيضا لا نعرف. ظل غانم يلاحظ البذور لمدة أسبوعين، لا نعرف يا معلمتي. يحتاج النبات إلى الماء والهواء والضوء والتربة لكي ينمو، أيضا لا نعرف إلا بعد الاستماع لنص الاستماع. وهنا هذا السؤال سوف نتركه في الاستماع للمرة الثانية. هل أنتم جاهزون الآن للاستماع إلى النص؟ نعم أنتم متشوقون، إذن هيا يا حبيبتي استمعي إلى نص الاستماع. يزرع قمحا. غانم تلميذ نشيط، يحب مادة العلوم كثيرة
وينتبه لشرح الدرس وينفذ بعض التجارب في المنزل. وفي درس العلوم شرحت المعلمة كيف ينمو النبات. وعندما عاد غانم إلى البيت أحضر وعاء فخارية حتى يسمح بتهوية التربة، وملأه من تراب الحديقة، ثم نثر فيه بعض حبات القمح وخبأه في صندوق اللعب. كان غانم يضع قطرات من الماء في الوعاء الفخاري كل صباح، ثم يعيده إلى مكانه وسط ألعابه الجميلة. ظل غانم يلاحظ نمو البذور وينتظر ظهور أوراقها الخضراء لمدة أسبوعين، ولكنها لم تظهر، فقرر أن يسأل معلمته عن السبب. فأجابته المعلمة: لقد نسيت الضوء يا غانم، فالنبات يحتاج إلى الهواء والماء والتربة والضوء. والآن عزيزاتي، هل نستطيع الآن القيام بإجابة هذه الأسئلة؟ نعم، أنتم طالبات مبدعات. يا ترى ما هو المعنى العام للنص المسموع؟ من تستطيع الإجابة على هذا السؤال؟ نعم، معنى هذا السؤال الفكرة العامة التي يتحدث حولها نص الاستماع. يتحدث عن ماذا؟ أسمعك جيدا. نعم، إنه يتحدث عن كيفية زراعة نبتة القمح، أو محاولة غانم زراعة نبتة القمح. هيا بنا نقوم بكتابة الإجابة: محاولة غانم زراعة نبتة القمح. السؤال الثاني، أضع دائرة حول الإجابة الصحيحة. زرع غانم، يا ترى ماذا زرع غانم؟ هل زرع ذرة أم زرع قمحا أم زرع شعيرا؟ من تجيب؟ بارك الله فيك يا حبيبتي، أنت طالبة مبدعة. بالفعل لقد تعرفنا أن غانم قام بزراعة القمح. والآن وضع غانم الوعاء الفخاري في حديقة المنزل، غرفة الجلوس، صندوق اللعب. من تقوم بالإجابة؟ أحسنتي، صندوق اللعب. يا خبر، هل يصح ذلك؟ بالطبع لا. لماذا؟ لأن النبتة بتحتاج إلى الضوء. أما هنا اختار غانم وعاء من الفخار. يا ترى ما هو السبب؟ لماذا اختار غانم وعاء من الفخار؟ لأنه أجمل في شكله؟ هل اختاره لهذا السبب؟ بالطبع لا. إجابة خاطئة يا معلمتي. وما هي الإجابة الصحيحة؟ اختار غانم وعاء من الفخار حتى يسمح بتهوية التربة، لأن الوعاء المصنوع من الفخار بيسمح بتهوية التربة. بارك الله فيكم. أما هنا كان غانم يسقي بذور القمح كل يومين. هل هذه الإجابة صحيحة أم خاطئة؟ بالفعل أحسنت، بارك الله فيك يا حبيبتي، إجابة خاطئة. لماذا؟ لأنه ذكر لي في نص الاستماع أنه كان يسقي بذور القمح كل صباح. معنى ذلك أنه كان يسقيها كل يوم، أليس كذلك؟ أنتم طالبات رائعات، شكرا لكم. كل صباح. أما السؤال الذي يليه، ظل غانم يلاحظ البذور لمدة أسبوعين. هل هذا الكلام صحيح أم خاطئ؟ بالفعل صحيح، بارك الله فيكم. وهنا يحتاج النبات إلى الماء والهواء والضوء والتربة لكي ينمو. بالفعل هذه إجابة صحيحة يا معلمتي. والآن هيا بنا نستمع إلى نص الاستماع مرة أخرى
ولكن هيا بنا نقوم بقراءة هذه الأسئلة، لأنه طلب مني أن أعيد الاستماع إلى نص الاستماع حتى أجيب عن هذه الأسئلة، فانتبهي جيداً. كيف عرف غانم أن تجربته لم تنجح؟ يا ترى ما هو الدليل الذي أرشد غانم أن تجربته لم تنجح؟ وهنا ما الخطأ الذي وقع فيه غانم عندما زرع بذور القمح؟ لابد أن هناك خطأ لابد أن نتعرف عليه. أما هنا يطلب مني أن أضع عنوانا آخر للنص. والآن هل أنتم جاهزون للاستماع إليه مرة أخرى؟ هيا بنا. غانم يزرع قمحا. غانم تلميذ نشيط، يحب مادة العلوم كثيرا، وينتبه لشرح الدرس، وينفذ بعض التجارب في المنزل. وفي درس العلوم شرحت المعلمة كيف ينمو النبات. وعندما عاد غانم إلى البيت أحضر وعاء فخارية حتى يسمح بتهوية التربة، وملأه من تراب الحديقة، ثم نثر فيه بعض حبات القمح وخبأه في صندوق اللعب. كان غانم يضع قطرات من الماء في الوعاء الفخاري كل صباح، ثم يعيده إلى مكانه وسط ألعابه الجميلة. ظل غانم يلاحظ نمو البذور وينتظر ظهور أوراقها الخضراء لمدة أسبوعين، ولكنها لم تظهر، فقرر أن يسأل معلمته عن السبب. فأجابته المعلمة: لقد نسيت الضوء يا غانم، فالنبات يحتاج إلى الهواء والماء والتربة والضوء. والآن عزيزات الطالبات، هل أنتم مستعدون لإجابة هذه الأسئلة؟ بارك الله فيكم. كيف عرف غانم أن تجربته لم تنجح؟ أحسنت، أسمعك جيدا. عرف غانم أن تجربته لم تنجح عندما لم تظهر أوراق النبتة الخضراء ولم تنمو. أحسنتم، بارك الله فيكم. هيا بنا نقوم بكتابة الإجابة. هيا استعدي، لأن النبتة لم تنمو، لأن النبتة لم تنمو، وأيضا لم تظهر أوراقها الخضراء. هذا ما أكد لغانم أن تجربته لم تنجح، لأن النبتة لم تنمو ولم تظهر أيضا أوراقها الخضراء. أما هذا السؤال فمن تجيب عليه؟ أنت رائعة. ما هو الخطأ الذي وقع فيه غانم عندما زرع بذور القمح؟ لابد أن هناك خطأ قد وقع فيه. ما هو هذا الخطأ؟ أسمعك جيدا. أنه لم يعرض النبتة. لماذا لم يعرضها للضوء؟ معنى ذلك أنه يجب أن نعرض النبات للضوء حتى ينمو. أحسنتم يا حبيباتي، أنه لم يعرضها للضوء بل وضعها في صندوق اللعب. هل يصح ذلك؟ لا. والآن من تقوم بوضع عنوان آخر للنص؟ قومي بوضع العنوان الذي ترغبين في وضعه، أي عنوان يكون مناسب. أما أنا عن نفسي سوف أضع هذا العنوان: كيف نزرع النبات. هذا هو العنوان الذي قمت أنا بوضعه. أي عنوان مناسب قومي بوضعه عزيزتي الطالبة. وإلى هنا تكون انتهت حلقتنا لهذا اليوم. أتمنى أن نكون قد استفدنا منها وحصلنا على معلومات جديدة عن كيفية زراعة النباتات. ألقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.